السلام عليكم ورحمة الله، أهلا بكم مشاهدي الكرام في حلقة جديدة من برنامجكم الملعب. البداية مع العناوين. المنتخب الأول يغادر إلى ماليزيا يوم الاثنين استعدادا لتايلاند، وتأكيد وصول المنتخب إلى تايلاند قبل المباراة بساعات. والمنتخب الرديف يواصل تدريباته في الدمام قبل بحرين 2011. الأمير فهد بن خالد يخاطب جماهيره عبر الملعب. الأهلي يدشن ملعبه بمباراة ودية مع الإفريقي التونسي. غدا اتحاد آسيا يعود إلى المنافسة المحلية ويستضيف الأنصار. ديمتري هذا الثنائي بعيد عن الضوء ويستحق الإشادة. بعد الخسارة بالأمس الجماهير النصراوية تشتعل وأنباء الإقالات تطارد الإداريين.